شيخ محمد سعيد صاوير إمام كان مسجد كهودة إيه برتماها مجالة بورا ما أيا قطبة دي جمعها إيه مانتا وحو بلشدة سوماني لان كل دردار مي إنا إلا شدا نبت قليا دا أي نتشو تيان وحيابها إسكا هوركين كبلشدة إيه سوماني لان وحو باقو ديري مدحدة كالدوان إيا علماء الدين أو شاقي إن كالين لحاد ليه أي كاقاتان سري مركز دي وناقا أمدا لوغ شاقين لها رياضة وما دني دبعت بدن مقالة سومالي لأنه واحد عام كويس نبت قليلة ده قام بيتحصل واحد ما أنت تيمش ويكب حيسا مركز عرقته ده كي أو دمر كي أو هذلي يبلو فيرس سلادين تي أو هذلي سياسيين تي أو هذلي دلنيار تي أو هذلي سا أو أنت وربعين تي إسكون برنا يروح أنا في عينين هي ففعلها وحمرك صوص عضاي فوراها كصوص عضاي من قرية وتقال هذا أردت دوم أركي أو إسكت جوابي يبقى أولاد إني إني أردت حنت هاي أردت أي واحد درسوي واحد كيسا دوم أركي هذا يوم بالخور مركب دوم الرسول الرئي وارب الدنيا ده في رصدة وارب دوم أركي قريه فدي مركب الرسول صار محل وجه ده مركب إمروي كأ دوم أركي مركز دوي جوجان برع الله جو قبتي بورما تي برع كان الجوكتا ولا صدق ده حقلي هرجي سيد جوجان دوم أركي هو ورشدو كم جيران سياسة ده يبدك مركب هو الرسول الرئي محل مركب لوجه ده صو درمان ماها بلايا لك عليه صوما ما حماش لك صوص هذا أنا وكان حمار كان ركض لنا يرتي أحد ليس أو حتى قبيل بالسوق قلنا يا قبيل له حين نجرني بال قلنا يا وروح عنكم يشين قبيل ما هي نروحها نرد قلية دولة ضد قبائل هشية نوعين دولة ذا لوجه شيء وردت كسوين حاجة في عنك أجان أحسابت معارض كوين حاجة وناجك كأجان نبكها كلي حكومة الدولة دنا وين المدة ضاون حارستان بوليس وين المدة ضد بدبادين حارستان نك بوليس نك رصاص كل فريق محيي waddanka maxay ku dhimanayaan war ilaahay laga baqo baradiyada waa laga tagaya waliga inta dooni jiwad ka tagaysaa oo maalin uu bad ka tagaysaa adduunyada waxa la kursiga hadii lagu waraayo nimba nin uma soo talaabeen ba laakiin walba uu u baneenayaayo nimba dhimanaya nimba ka gaboobaya nimba laga qaaday ka kala ku wareegaya waxa la isku dhidhibaya in badan ba ka tagtay in ma sa ka dhimanaysa hadaa xitaa lagu daayo wad gaboobi wad dhimani waxaanad ogaataa qofka godob galay ubadkiisa halku ku noolanaya ubad badan ee Soomaa arurtaadu waxay suuqa ku socotaa waa nabadgelyada cadaalada Soomaa bari marka dhibaato geysato ama boolis ah ama ninka madax noqo ama madaxweyne noqo ama cid kale noqo marka godob gasho ubadkaagu halku ku noolanaya walaa wasuud ogihay suuqa waa la wada jooga dadku waa dad qabiiladii wax kale la aaminsan yahay dadku waxay isku dhex socdaa waxa weeyaan waa cadaalada iyo sharafta نقوله بقوله وحي أتجيسته قري قري قصو قرصة إن أنا حق في عن كشجنة دتك علماء رسالة السيدة العلماء ورثة الأنبياء نبي قاشق صلى الله عليه وسلم علماء وحي سيدان دحلك النبي جي سيدان دتك دحلك النبي جي سيداي إن أمة دمرك واحد عام إن يدح قلم وي ما توحد قيسا سلادين بعد حيا عيسو دح قلصة دتك كلو قنط لو يدح قلان علماء حبد حبد يا كجرتوا لكن علماء لا يرى أو استحضرن أو دح قال يا ما جرتم حاله دح قال لا يدك ولا دح قالوا دين تي بالله سيدا أدون كنا ولا قت جيا رسالة أنا وين دك اللي قصوا له راح دين تو حالتك سالة هذا حلك أردن وح كجر دين تي الإسلام في كجرتا المسلمون على شروطهم دتكو وح كل شيء بهذه قرر بقالة المسلمون على شروطهم هذا ما تروح كل شيء إنه أن شروط بيجنوا أي شروط داسي شروط داسي وإلا بوحيو أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بل أنت وإلا بوحيو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها دينت وأمانه كرسكم وأمانه وحال رضا حب الرئاسة رأس كل خطيئة وحال الدنب أردن وحا أمضى حبالي الدنب أردن وحا أمضى حا كرسي جعيل والدنب أردن مدحبوا لي مدحبوا لي مكتب حب الرئاسة وكوكا أبالينا أو خطر وإن أنت نود ما يكون جرتادين حب الرئاسة نور بوجع عليه هاي إنه ما ذحنا قضاء أبا كلا سريانة حب الرئاسة وخطر وإن القف هذا يقدر نقطة قف متواضعة بيجنا وإلا إلى ليدك مسلمين تأ وردت كان مسلمين تأ مالك رسي أن مقل إنه قف بال الدليل لا بال الدليل أنت سال الدليل وحلو حين قدم أنا يوم لما قرنا يوم وقف سيدنا وشال الوطن ما انتهى وروح حلقه دمانيه
bishan ku jiray waxa way horto waa bishii muharram waa bilii xurmada lahaa saddexda bilood ee isku xiga bisha muharram waxa kamid tahay saddexda bilood ee isku xiga dulqacada dulxija muharram waa saddex bilood oo xurmo leh way ka duwan yihiin bilaha kale ilaahay ba quraanka ku sheegay sanadu waa 12 bilood minha arba'atun xurum afar bilood oo xurmo leh ba kamid ah innaga maxaa ka dhigay bilayni xurmada lahaa maxaa hadii goor dhiiga uu loo daadiya maxaa dhibaatada uu loogu beegaa maxaa isqabsiga uu loogu beegaa shaydaankii soo kanay naga oo soo ka shaydaankayna qabsaday ummadii islaamkii bilii xurmada lahaa ee la ilaalinayay ee qiimaha lahaa ee ilaahay awayneeyay dhiiga la daadiyay bilaha kale lamid maaha dambiga la galay bilahan ku jirna bilaha kale lamid maaha laakiin ummadani nasiib darro ku dhacdo bisha ogosun baa loo garanayaa inay muharram tahay baa lama garanayo ahmed riic iltre warbaahinta sbc boorama ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed